كابتن علي عبد العال، مساء الفل. فول يا كابتن سيد، ازي حضرتك؟ تحيات كابتن ابراهيم وكابتن شريف وكابتن اسامه لحضرتك. تحياتي ليهم كلهم، كباتن الكبار طبعا، ربنا يخليك. طيب كابتن علاء، يمكن كلمنا على مباراه بيراميدز الاول قبل ما عندي بعض النقاط كده عايز اناقش حضرتك فيها، لكن كلمنا على اللقاء ورؤيه حضرتك بعد اللقاء. ما فيش يا كابتن سيد، احنا انا من وجهه نظري عندنا لقاء قوي مع فريق قوي مكون يعني من افضل افراد اللعيبه في الدوري المصري. اوكي. معاهم لعيبه اجانب محترفين طبعا على مستوى عالي. ومع ذلك الند قوي ليهم يعني بقدر الامكان قدرت اقفل مفتاح اللعب عندهم. ممكن عندهم استحواذ، هم عندهم ثقه في الاداء وعندهم لعيبه كويسه وماتي قفشه طبعا لعيب كويس قوي. انما يتحسب لنا ان احنا بعد ما دخل هدف فينا، ولو لو شفت الاهداف اللي دخلت فينا اصلا فرديه. كلها اخطاء فرديه. بعد ما يخش فينا الهدف في الشوط الاول ونطلع مغلوبين، هنرجع تاني للتعادل ونهدد مرماهم بكره اسلام جابر لو اهتم بيها ولعبها في ورا الهدف او احمد سيد، كان ممكن يبقى الهدف الثاني لينا قبل ما هم ياخذوا الهدف. وبرضه عايز اراجع برضه الهدف الثاني اللي دخل فينا، الكره فاوله يا كابتن سيد، يا ريت لو عندكم الاعاده للهدف. للاسف علي جبر ده حسين رجب ازاي يا جماعه؟ يعني باينه قوي واضحه قوي، الراجل حسين رجب معاه. قام علي جبر قام زقه بايديه الاثنين، الراجل وقع جوه ال 18 وطلع علي جبر جاب الجول. يعني في حاجه خامس وفي لاين مان وفي حكم ملعب، ازاي ما تتشافش دي يا كابتن سيد؟ معلش لو عندكم عيدوها. للاسف والله ما عندناش حقوق للاسف. اتفضل يا كابتن. والهدف جه في الدقيقه 87، وبعد الهدف الثاني اللي دخل فينا في الدقيقه 87 احنا رحنا هددنا مرمى بيراميدز كورتين، والمهدي سليمان شال كوره من على تحت العارضه، وكان ممكن بقى نتعادل. طبعا الهدف الثالث طبعا خلاص، يعني فردي برضه اللعيب عندنا واقف لوحده، المفروض ان انا ما اوقفش الكوره ارد لها اسرع من كده، واحنا في الفرقه كلها بتحرك في الثواني الاخيره. فاخطاء فرديه، انما المجمل فريق يفرض على كميات لعيبته، قدرنا ان احنا نكون ند. سيبك من النتيجه 3-3 ما تعبرش سر المباراه او اللي حصل في المباراه. الهدف الثالث جاي في الدقيقه 95. طيب بمناسبه امكانيات الفرقه او الكلام على الفرقه، مش شايف ان انت محتاج تدعيم في يناير، وخصوصا كمان في حته منطقه الراس الحربه؟ يعني طبعا مع احترامي كل الناس اللي موجوده، ولا وجهه نظرك ايه يا كابتن علاء بعد 4 اسابيع؟ لا اكيد محتاج، يعني هو في حسين رجب وما عندش غير حسام باولو، وحسام باولو جاي ما كانش جاهز، ما كانش عمل خطه اعداد لسه، ما جهزش برضه، لان المباراه متلاحقه بنحاول نجهزه واحده واحده. انما محتاج، وفعلا بدور على مهاجم قوي سواء مصري او افريقي او اجنبي، لان برضه انا مش عايز اي حد اجنبي يكون اقل من اللي عندي. يعني اتعرض عليا مهاجمين افارقه كتير، بس انا شايف ان كل اللي جالي ما كانش على المستوى اللي هيزود الفرقه، فلازم اتأنى في الحته دي لما اجيب مهاجم على مستوى عالي ان شاء الله. طيب كابتن علاء، عندك المواجهه الجايه طالع الجيش، ولا عندك مواجهه جايه مين؟ لا عندنا الجونه في الجونه ان شاء الله يوم الجمعه. الجونه في الجونه، ماتش صعب برضه، ماتش صعب. ماتش صعب، وفرقه الجونه فرقه محترمه، وشوف الاداء النهارده مع الاتحاد الحربي. اعتقد هي كل المباريات صعبه كابتن سيد، يعني كل الفرق بصراحه بتأدي بشكل متميز، الدوري المصري قوي جدا. ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه المباراه اللي جايه. انت فين؟ انت الصوت ده، انت في الساحل ولا ايه؟ لا والله ده انا في الشارع بس كنت سايق. طيب كابتن علاء، كل التوفيق لحضرتك، كل التوفيق في المباراه اللي جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن شريف كامل. مفيش، انا كل اللي بياخدني على فرقه الداخليه الحقيقه، في فرقه بيلعب فرقه بيراميدز دايما عندها احساس انها عايزه تكسب.